لو الحكايه فيها ان فيتو الامتحان اعمل ايه يا بنات؟ الامتحان وحش جدا والوقت قليل قوي على الامتحان على اساس ان هو 18 سؤال ما ينفعش تدينا ساعتين صعب مسائل كتيره قوي المفروض ان احنا متعودين ان احنا الوقت يبقى اكتر ومدي علم علوم وقت اكتر مننا وهم اصلا مادتهم مش مستحقه الوقت ده كله.